كارتون روج اللي خذيتها، سجلت اليوم زوز اهداف عاونت اصحابي، وما وصلت ماركيت الاهداف هذوما الا بمعاونه اصحابي. ان شاء الله نكمل على المنوال هذا، ان شاء الله الماتش الجاي نكون في فورمه اكثر. عندنا ماتشات كل ثلاثة ايام، ان شاء الله نجم رياضي الساحلي ديما يقعد في الفورمه هذيا، وان شاء الله نحافظوا على المستوى نتاعنا ان شاء الله. مقابله مهمه، لوجنا على 3 بوان اكثر من الفريق المنافس، كنا حاضرين سورتو لو بلان. الحمد لله 3 بوان تخلينا اوفيسيلمون في الدومي فينال، توا نخدموا مرتاحين ونتوي صفحه كوب دافريك ونبدا نحضر في ماتش سارج ان شاء الله. كانت مباراه من الاول صعيبه شويه، سورتو ضيعنا زوز ثلاثه فرص، مي ما خرجناش من التركيز نتاعنا وكملنا نخدموا. وجولين جاب بونتو الاول والثاني، هذاك اللي سهلنا الماتش، سهلنا المقابله، سورتو معناتها بونتو الثالث في لونتام دوزيام ميتون، هذاك زاد سهلنا الماتش وقعدنا نجاريو في الماتش، و 3 بوان مهمين برشا بالنسبه لنا احنا. الحمد لله ثاني مباراة معناتها على التوالي زوز انتصارات، مباراة ضمنا بها ترشح للنصف النهائي، إن شاء الله توا نركزوا على ماتش الكوب ضد الترجي وإن شاء الله ننتصروا في ثلاث مباريات.